أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الأسد الأربعاء 25 أغسطس عام 2021. فكر بليا قبل أن تقول نعم. لا عيب في رفض عرض ما إذ لم ينجح معك. يقضي القمر يومه في برج الحمل ويقضي على زحل في قطاع الالتزامات. لا تكن سريعا في القول أنك تريد أن تفعل شيئا عندما لا تفعله. امنح نفسك القليل من الوقت للتفكير في الأمور ثم التزم بها. تذكر أنه لكي تكون ناجحا في عالم الأعمال عليك أن تتعامل مع اللكمات، لذا حافظ على ذقنك مرفوع. قد تجعلك الطاقة السماوية تشعر أنك لست على استعداد تام فيما يتعلق بقضية معينة. من الجيد أن تتوقف من وقت لآخر وتفكر فيما يحدث. إن ظهور شخص مؤثر يمكن أن يحميك ويمهد الطريق للنجاح. قد تغير أخطائك أهدافك الرئيسية تماما لهذه الفترة، لكن ذلك سيكون في صالحك. مع محاذاة الكواكب الحالية قد تسبب لك المشكلات المالية بعض المشاكل. قد تكون الخطط المستقبلية الآن غير واقعية ومفرطة في الطموح في مجال أو مجالين. التغيرات الإيجابية ممكنة إذا قمت بتشريح أفعالك وتوخي الحذر في كلماتك. إذا كنت بحاجة إلى السفر فكن حذرا بشكل خاص، لا تدير ظهرك لمبادئك. عاطفيا، إذا كنت تتساءل لماذا يبدو أن شخصا ما كان يتصرف بغرابة بعض الشيء في حضورك، فقد يكون من المقرر أن تكتشف ذلك، وقد تتفاجأ من الكشف المفاجئ عن أنه كان يستمتع بمشاعر رومانسية عنك. وهو ما يحدث الآن يصبح من المستحيل الاختباء. يمكن أن يمنعك العنان من تقييم الموقف بشكل صحيح، وقد تصاب بخيبة أمل كبيرة إذ لم تتحلى بالصبر وتبت النفس. حان الوقت الآن لإجراء محادثات واجتماعات عاجلة مع الأقارب. استفد من الطاقة العاطفية الإيجابية حولك لترتيب الموقف. إذا كنت بحاجة إلى السفر فأنهي مهامك أولا، هذا هو الوقت تحليلي للغاية بالنسبة لك. لا تتوقع أن يأتي حل سريع لمشاكل المتعلقة بخططك الشخصية بسهولة. التغيير بلا أساس، ويمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من الفرص لإحداث ثورة في طريقة إدراكك للواقع. عند الذهاب للعمل أو التسوق اسلك طريقا مختصرا أو تسوق في مكان آخر، فأنت لا تعرف أبدا ما قد يحدث. مهنيا، يمكنك التسبب في خسائر متعلقة بالوظيفة إذ لم تتمكن من قمع نفاذ صبرك خلال هذه الفترة. لن تشعر بأكبر حالة مزاجية، وقد تجد صعوبة في إثارة أي نوع من الحماس لما هو قادم. تحلى بالصبر وانتظر بينما ينكشف خيط حياتك بهدوء ليكشف عن طريقك الحقيقي. الانسجام في علاقتك والهدوء والكرم طريقة رائعة لتحقيق الثمار المنشودة. افحص محادثاتك عن كثب وكن على دارية بالمشاكل في الموقف لأنك تحتاج إلى إصلاحها في الوقت المناسب. يجب أن تكون التغيرات التي تخطط لها مدروسة جيدا. سيكون السفر ناجحا، لكن كن حذرا إذا كنت خلف عجلة القيادة. خطط لوقتك وفقا للأولويات. فرصة مالية هائلة في انتظارك. احرص على عدم إيذاء أشخاص ما لا تفرض رأيك على أحد. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم.